أي طرف بإمكانه أن يقول قبل الحوار أي شيء، ولكن قول هذا هو عبارة عن مطلب يعرض بالحوار ولا يفرض على الحوار. كل طرف سيأتي بمطالبه. بالمناسبة عندما نقول المسؤولية موزعة على الجميع، علينا أن لا نحصر المشكلة بالإطار والتيار. المشكلة هناك مسؤولية لأطراف البيت الكردي والبيت السني أيضا، وكما هي مشكلة البيت الشيعي. هذه المسألة لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. إذن على الطرف المقابل الغير المتوافق المختلف ما قبل الحوار له الحق في أن يقدم مطالبه عرضا وليس فرضا. طيب. على الآخرين.